نظام هذا شكون يعاون فيه؟ يعاونوا فيه الناس اللي عندهم مصالح سياسيه، حسابات سياسيه ضيقه تاع تحت بزنيس، تاع برلمان، تاع انتخابات غدوه، تاع ديزيليكتورا، يتحالفوا مع بوعلام كونتر خيره ومع علي كونتر حسن، وما عندهمش يعني روح وطنيه، عندهم روح بطانيه. قال لك شكون لقى الضحك وما يضحكش؟ الشعب اللي حاب دوله القانون، الدوله القانونيه والعداله. هذا الشعب لازمه يتهيكل حول قياده سياسيه فقط، ما يتهيكلش حليت طريق لا فلان ولا راندي والمقري وقع قع 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 وصحاب تركيا هادوك وقع قع قع حليت الدنيا كل راك رعيه بلا راعي. هذه باش يفهمها الشعب وباش نتفاهموا، ما نهضرش مع الناس كل، نهضر مع الناس الوطنيين الحقيقيين الاخرين ما نهضرش معاهم. شوفي عندنا كونفلي في ليبيا وكونفلي في الساحل، الصمام عمر طياير نتاع الدول الاخرى، طياير دي درون لا سيرفيونس ساتيليتير سيرفيونس الكترونيك، وحنا تيجي ان جيت بريفي تاع ان كومباني يخترق المجال الجوي حتى لي دوموندي لوتوريزاسيون داتيريساج في عندنا. يعني ماشي غير تبهديله، كون جا عندنا راي صح كوموندون دي فورس ارمي، شوفي ينزل بالكف على الشيف ديتا ماجور والكوموندون دو تياتي ولي فورس ايريان والرونسينيومون وعلى الدنيا هذه بكره. باسكو هذا سي ان انسيدون اون بيريود دو كونفلي كريتيك ريجيونال ما يتغفرش وما يتسمحش. دي تيت دواف تومبي او سان دو لارمي. بصح هما نو واش راه نقول لك؟ فرحوا بها وفات عجبتهم حفا. Bon, je vois un message. واحد قال لي الدباب نتاع هذاك لو كريمينال دو غير مبروك بالله على دخلوا اللايف، دخلوا راه ما يقلقوناش مالفين بالناس اللي يسبوا في اللايف سا سي با. حنا الميساج نتاعنا يصادرس وزرجريا كي ريزون كي اون اون سيرتان ماتوريتي بوليتيك، يتفهموا الميساج نتاعنا. الدباب حنا ما نسموهوش به باسكو اصلا ما يحيرناش، كلاب الشانطي محو ديما سيتو، وكلاب الشانطي يعني ما يقضي والو. شوف سي لو برومي لي الى يوتيليزي واحد الكلمه قال لهم لا مافيا بوليتيكو فينانسيير. بوضياف اي ريستي لوان د الجيري مالغري كانوا عنده بيان سور معلومات اكسيتيرا، وكان عنده ان بارتي اسمه لو بي ار اس اكسيتيرا، عم مضون يحل لو بي ار اس ابر لا مور دو مدين. مي بوضياف كي جا الى كونستاتي بار لوي ميم اي لا فيت كومبري باسكو سيتي كلكان دو تريز انتيليجون ان فري ريفولوشنير، فهم بلي كاينه اون مافيا بوليتيكو فينانسيير كي ديريج الجيري. Et il a mis une commission d'enquête pour commencer à lutter contre ça. Il a tout compris. Il a tout compris. Voilà. Il a même compris la supercherie de ce qu'on appelle la décennie noire qui commençait à pointer réellement du bout du nez. Parce que, la décennie noire aurait été une affaire classée ou même pas une décennie. Exactement. Je vous assure, il aurait résolu le problème politique de l'époque. Voilà. Hadi, c'est ma conviction personnelle. Voilà. Bon, s'il y a plus de questions. Alors, il y a une question de M. Karim. Il nous dit, la libération de ces quelques détenus n'est qu'un écran de fumée qui vise à apaiser les tensions en Kabylie en nous restituant en quelque sorte un butin de guerre. C'est ça. C'est ça en fait, c'est pour un petit peu apaiser et c'est surtout pour démontrer que nous sommes le pouvoir et nous faisons ce que nous voulons. ندخلك للحبس ونخرجك من الحبس ونزيد نديك غدوة ونخرجك غير غدوة وندير واش نحب. En fait, c'est ça, le message il est là. Maintenant, je reviens, علاش le pouvoir هذا il arrive toujours à résister? Tout simplement parce que الثورة الجزائرية ماهيش ستركتوري، الشعب الطائر ماهوش ستركتوري. الناس تبعت صحاب سلميتنا أقوى من رصاصهم، السلمية نتاعك خلصت يوم 4 جويليا لما عقبولك وحي الدستور وأمنت بالوحي، لكن أنتم أصحاب سلمية سلمية عندكم أفكار ضيقة وجهلة في الصح، باسكو ما تعرفوش واش معناتها السياسة، تعرفوا المخادعة. والشيء اللي رانا نشوفوا فيه درك
ماشي قالوا يركب الموجه ولا سي مام با يركب الموجه، بكل هزين طاس طاس ويستنى وش يسربي لهم النظام هذا برك تو سامبلومون باسكو لو بوت كلمه يتنحاو كاع معناتها يسقط النظام السائد في الجزائر منذ 58 الى اليوم ونروحوا الى دوله العداله، الدوله القانونيه. دوله العداله وش هي؟ دوله العداله اللي فتح المجال لكل الاعمال السياسيه تحت سقف العداله وقوه القانون. بغير هذا الشيء ما يكون والو. الشعب خدعوه، كذبوا عليه، الشعب نتاعنا عاطفي، الشعب نتاعنا نقول الرساله تاعي للشعب الجزائري. يجب ان تفرق بين الاسلام والاسلام السياسي. انتر الاسلام والاسلام بوليتيك. الاسلام السياسي مرض خطير. والاسلام نعمه ورحمه. والاسلام السياسي نقمه. الاسلام بوليتيك c'est un virus dévastateur. L'islam en tant que religion, mais c'est une paix, une sérénité, mais c'est les lumières. Mais l'islam politique, c'est l'obscurantisme. حقا مبروك عليكم جماعة تركيا. داعش وحكمها واحد أصله تركماني. شوفي في ليطا دو دروا أرواح غني الغنية اللي حبيت. يعني غدوة على سبيل المثال في ظل دولة القانون والقانون يونيفرسال. أرواح كون حزب إسلامي وقدم برنامجك الله يسهل عليك. بصح كون نحكموا عليك في نصمة من دولة أخرى. والله جايب لنا إيديولوجية تاع دولة أخرى. والله تحضر مؤتمرات تاع دولة أخرى. القانون يعقبك للباطوار. سيتو. هذه دولة القانون. تجيني شيوعي مرحبا بك. نحكموك. اون اكوانتونس والله يحكمك القانون يعقبك الباطوار. قضيه قضيه جزارت كل المجال السياسي في ظل قانون جزائري. يعني ارجيريانيزي توت لاكتيفيتي بوليتيك سو لا كوب دو جوستيس اي دان دروا الجيريان يونيفرسال سي تو. وكل التيارات مقبوله بصح تصلي لتركيا وتدي الحكم في الجزائر يعقور عليك والله لديتو. تصلي لقطر كيف كيف، السعودية كيف كيف، الأمريكان كيف كيف، وين تصلي لجهة أخرى ما عندكش حق دير سياسة في الجزائر. ما تنوش اللي نشوفوا فيه أنتو كحنا نهضروا على ناس لأنه الشعب حطهم سياسيين ما عندهم حتى علاقة بالسياسة لأنهم ما عندهم برنامج، ما عندهم أفكار، ما عندهم حلول، عندهم عاطفة وشعر وأبيات ومقولات. يعني الشعراء كما متقولين في القرآن يعني في كل واد يهيمون يقولون ما لا يفعلون. C'est-à-dire le congrès, هذا موش كونغري تاع انفورماسيون ولا واحد جاي يسقسي ولا سي تان كونغري باش نفرزوا منه قياده سياسيه عندها برنامج وحلول تقترحهم على الشعب الجزائري. سي تو voilà. Donc ça sera publié incessamment. Je sais pas moi l'organisateur du congrès donc mais ça sera publié incessamment. Et bien sûr le congrès c'est ce qu'on appelle la finalité du CRUA. Donc, après le congrès, bien sûr, c'est l'aboutissement de l'activité CRUA. Et après le congrès, il y aura normalement Tensiqiya Siyasiya, ou la Mejna Siyasiya, ou la Qiyada Siyasiya, mais à la Baliche, ou je vais vous faire un petit peu.